المؤتمر النهاردة بيناقش مشكلة كبيرة ابتدينا نتعرف عليها لما جه النقابة من حوالي 3 أسابيع. أطباء بيشتكوا من تعاملات غير مقبولة في مستشفى القاهرة التخصصي بعد بيعها. ابتدينا نبحث الموضوع، مين اللي اشترى قاهرة تخصصي، اشترى فين كمان. لقينا في شركة متعددة الجنسيات مقرها في منطقة الحرة في دبي. الشركة دي بتعمل وبتشتري في المنشآت الطبية المصرية منذ 2008. اشترت سلسلتين كبار للمعامل، شركة سلسلة المختبر وسلسلة معامل البرج، وضمتهم في شركة قابضة كبرى وابتدت تفكر تبيع أجزاء منها اللي مش عارفة احتكار ايه تاني. يعني في تعامل كبزنس محض في مؤسسات طبية. طيب الدستور بيحمي القطاع الخاص وبيديله فرصة للعمل واحنا متفقين على كده، ولكن لا ننسى ان قوانين الدولة لا تسمح ببيع بنك او شراء بنك الا بعد موافقة البنك المركزي. ليه؟ رغم ان الدستور بيحمي عمل القطاع الخاص. باختصار لان القطاعات الحساسة زي اللي ممكن تأثر على اقتصاد البلد زي بنوك، بيتقال ان بالاضافة لحرية العمل لازم يبقى فيه موافقة من الجهات الرقابية العليا. البنك ده مين يملكه؟ البنك ده هيدخل يعمل ايه بالظبط في السوق المصري؟ اضمن انه ما يتلعبش باقتصادي ولا ما اضمنش؟ ده بالظبط اللي احنا بنطالب بيه بالنسبة للمؤسسات الصحية. في قطاع خاص بيشتغل وبيشتغل ضمن يعني الخطة الصحية، ولكن ما يشتغلش بشكل منفلت، ما يشتغلش من غير وجود خطة، لا يسمح له بالاحتكار، لان الاحتكار بيخلي ليه الايد العليا اللي ممكن من خلالها يعمل اللي هو عايزه بغض النظر عن الخطة الصحية بتاعتي. لما نبقى حاليا في مصر بنتجه لعمل تأمين صحي اجتماعي شامل، يبقى احنا عايزين يبقى عندنا خطة حاكمة العمود الفقري بتاعها واساسها هو المستشفيات العامة والمستشفيات الحكومية سواء جامعية او تأمين صحي او ما شابه، وفيها مساحة، هذه الخطة فيها مساحة وفيها مساهمة للقطاع الخاص وفرصة ليه ان يعمل ويربح، ولكن في الحدود اللي تسمح بيها الخطة بتاعتنا. ان احنا نلاقي واحنا عايزين نعمل كده ان في استحواذات وشراء بيعلن عنها ان تم الاستحواذ على احدى المنشآت والشركة لا مش عايزة تعلن عنها دلوقتي، ده الكلام ده موجود بنصه في تصريحات لأستاذ احمد بدر الدين احد المسؤولين عن شركة ابراج كابيتال في الشرق الاوسط، ان تم استحواذ على كامل اسهم شركة لن يعلن عنها في الوقت الحالي. طبعا شيء خطير جدا، وما دام من الممكن الاستحواذ على اسهم شركه ليعلن عنها، هل هي شركه ولا اتنين ولا ثلاثه، هل هي مستشفى ولا معامل ولا شركه ادويه، يعني الحاجات دي تؤثر في المنظومه الصحيه في مصر. واللي النقابه بتطالب بيه ان يكون هناك اولا شفافيه كامله، ماشي، ثانيا رقابه من الدوله ممثله في وزاره الصحه، ماشي، وعلى كل عمليات البيع والشراء عشان تبقى الدوله مسؤوله عنها ضمن خطه الدوله وتكون معلنه علشان يبقى لنقابه الاطباء وغيرها من منظمات المجتمع المدني راي فيها، هل هذا البيع والشراء هيعود بالنفع على الناس او لا. حاجه اخيره عايزه اوضحها، احنا بنقول مشاركة قطاع خاص لان الحكومة مش هتقوم بكل حاجة، قطاع خاص ممكن يبني وممكن يضيف ممكن يضيف طاقة علاجية. الاستحواذ على شركات شركات ومستشفيات وسلاسل معامل هل اضاف حاجة؟ يعني هل هنا هو شركة القطاع الخاص اللي دخلت للسوق المصري اضافت القدرة العلاجية بتساعدنا في تنفيذ خطة لتحسين الاوضاع وتكسب؟ احنا مش معترضين انها تشتغل وتكسب، لكن لازم تشتغل وتكسب وهي بتضيف للقدرة العلاجية وهي بتساعد في تحسين الخدمة الطبية. هل احنا لاحظنا حاجة من دي؟ للأسف لا. علشان كده لازم يبقى فيه قوانين ضابطة وحاكمة لا تسمح لشركات القطاع الخاص الأجنبي أن تدخل وتخرج وتضارب وتشتغل في السوق المصري دون تدخل من المسؤولين عن السياسة الصحية المصرية لصالح المواطن المصري.